والشفاعة عند الله ما تطلب من غيره، تطلب من الله. اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك الصالحين، هذا مشروع لا بأس. طلبت من الله ما يملكه الله جل وعلا، أما تقول يا زيد يا فلان يا اشفع لي، هو ما يملك هذا، ما يملك هذا. يوم القيامة يتبرأ الوالد من الولد، ويتبرأ الأخ من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته التي تؤوي وصاحبته وبنيه وفصيلته، يعني قبيلته التي تؤويه. وش السبب؟ السبب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن غيره، شأن يحصل له ويخاف على نفسه من الهلاك ويطلب الخلاص. حتى إن عيسى عليه السلام يقول: لا أسألك مريم التي هي أمي، نفسي 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 نفسي، لا أسألك مريم. نعم.